مرحبا بكم إلى أخبار ليبيا وهنا العناوين. البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى حل خلافاتها عبر الحوار. إجلاء 41 لاجئا من ليبيا وتوطينهم في النرويج. منتخب الكرة الطائرة يختتم معسكره التدريبي في تونس. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن حل الانسداد السياسي الحالي يمكن من خلال إجراء انتخابات وطنية شاملة تمكن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات، داعية جميع الأطراف إلى حل الخلاف عبر الحوار. أطلق جهاز الشرطة الزراعية في مدينة بني ليت حملة أمنية موسعة لوقف الراعي الجائر بالإبل، وحث المربين على عدم الراعي بالقرب من الطريق السريع الواقع خارج المدينة والذي يؤدي إلى إعاقة عبور المسافرين على الطريق الرابط بين بني ليت وترهونة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مغادرة 41 لاجئا ليبيا على متن رحلات تهدف إلى إعادة توطينهم في النرويج، وأوضحت المفوضية أنها ساعدت في الجوانب اللوجستية لهذه الرحلات مشيدة بدور برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال إفريقيا وتمويل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لهذه الرحلات. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ 1,211,000 برميل، في حين بلغ إنتاج المكثفات 54,000 برميل خلال الساعات 24 الماضية. اختتم المنتخب الوطني لكرة الطائرة تحت 19 عاماً معسكره التدريبي في تونس، استعداداً للمشاركة في البطولة الإفريقية المقامة في مدينة الجديدة في المغرب. جددت اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي تحذيرا من حدوث جفاف عام في كافة ربوع ليبيا، وقال رئيس اللجنة عبد الغني عون إنه تم تشكيل فريق فني لإعداد تقرير وطني لمجابهة الخطر المحدق وإعداد استراتيجية لمكافحة التصحر وإيقاف الزحف الصحراوي. انتهت النشرة، إلى اللقاء.